كنشكروا هذه هيبة سبريس على هذه الالتفات الجميلة اللي كل عام كتزورنا باش دير باش تلاحظ الرواج الرمضاني في سوق السمك في مدينة ولاد تيماء. كنشكركم بزاف على هذه الالتفات هذه. بالنسبة لسوق السمك كيلاحظ هذه الأيام فاش بدا رمضان والالتفات الرمضانية اللي كنشوفوا الأسماك كتوافد على سوق هوارة شتى أنواع الأسماك. شتى انواع الاسماك من بين هذه الاسماك هناك اثمنه مناسبه ومع الضغوطات اللي كنلاحظوا دابا من المواطنين كيستقطبوا الاسماك وكيبغوا الاسماك بزاف كنلاحظوا ارتفاع بعض انواع الاسماك في الاثمنه لكن الجوده كتغلب على هذا المنتوج هذا اللي هو حاجه ضروريه في مائده الافطار الرمضاني وبهذا غادي ندوزوا ان شاء الله نشوفوا بعض الاثمنه لبعض الاسماك اللي غادي نشوفها في سوق هواره ان شاء الله. على سبيل المثال هناك السرديل سمك السرديل مجموعه من المدن كنجيبوا منهم السرديل بحال اسفي اكادير افني صويره هذا المنتوج هذا الحيوي هذا اللي لا يتعدى 10 دراهم حاجه مزيانه 10 دراهم ما كيتعداش. بقيه الاسماك الاخرى هناك القمرون الكروفيت 100 درهم بالنسبه للقدره الشرائيه ديال المواطن العادي ما يمكنش انه يشريه. بقيه الاسماك الاخرى الميرنو 40 درهم 50 حتى 60 درهم. هذا العام تلاقينا مشكل كبير بزاف في السمطه اللي هي سانتير تجاوزت الحد الادنى ديالها وصلت حتى 80 درهم 90 درهم ولكن حاجه مزيانه كاليتي بالنسبه للانسان اللي هو يبغي يشري غادي يشري ولكن الانسان العادي مواطن عادي بزاف عليه. بقيه الاسماك الاخرى اللي كنستعملوهم في بسطيله بريواد بزاف بحال السيبيا 60 درهم كرامه 120 درهم كرامه سيبيا د البلاد 80 درهم وكنلاحظوا هناك توافد بزاف ديال الناس اللي هم المواطنين اللي كيشروا الاسماك هنايا وزعما كيجونا من مناطق بعيده كيجوا الناس تارودانت الناس ديال ولاد بالرحيل الناس اكادير ازكان كيجوا للسوق ديال هواره باش ياخذوا السمك حيت الناس التكلفه ديال الاسماك في هواره انا ماشيش بحال كاكادير اللي كتكون فيها تكلفه بزاف. الاسم محمد بن القايد من ساكنه هواره. انا كنبغي نوصل للناس بان الاسماك ماشي في المتناول ديال المواطنين ذوي الدخل المحدود. بالنسبه للاسماك كما كنقولوا الاسماك السوداء مثل السرديل والكبيله فهي في المتناول ولكن الاسماك الاحمراء والبيضاء اللي فيها ماكله مزيانه وسمو ماشي في المتناول ديال المواطن الضعيف. الثمنه ديال كيلو ب 120 درهم واش في المتناول ديال المواطن اللي كي الدخل ديالو يلا كيدخل 50 درهم ولا 60 درهم في النهار هذا ماشي. بالنسبه كما قلتي لي في الاول الاسماك واش في المتناول ماشي المتناول ديال المواطن الضعيف. بالنسبه للجوده تاع السمك كاين سمك طري وثمن ممتاز وحوت زوين واخا هاد اليومين الاخر فاش كانت شويه السخونيه كان الحوت كانت التجاره قليله واحد شويه كانت التجاره قليله واحد شويه. بالنسبه للاسماك اللي موجوده في السوق كاين السمطه كاين الرايه كاين البالجو كاين الروبيو كاين الفروج كاين الصول كاين الميرنا كاين جميع انواع السمك اللي كتوجد في مناطق سوس في مرسى كنجيبوها هنايا وجوده ممتازه وعاليه. كيجوا عندنا الناس من جميع المناطق تاع ولاد تيماء كيجوا من دواور من القفيفات من حي بوخريس من الناس تاع تارودانت كيجوا عندنا هنايا وعندنا ناس كيتقداو عندنا الحوت ممتاز وكيعاودوا يرجعوا على بان الجوده كاينه وسلعه فائقه. بالنسبه لهاد الاثمنه ديال الاسماك كتبان لي انا غاليه شويه ماشي في المتناول ديال المواطن ديال هواره لان دابا سميتو الاثمان كتوصل بين 60 70 درهم تقريبا يعني ثمن غالي شويه يعني المنتوج موجود ولكن الثمن غالي. المهم كنتمناو يكون شي حل لهذا الوضع باش تكون اثمان مناسبه
باش حتى المواطن يعني تكون عنده قدره شرائيه باش يشري المنتوج اللي هو منتوج اساسي بالنسبه للصحه ديال الانسان سورتو في شهر رمضان الكريم. السلام عليكم. بالنسبه غادي نتكلموا على السوق الهواري. هنا مجموعه من الناس كيجيو كيتقداو بزاف بالخصوص في رمضان. كاينين بعض الناس اللي ما كنشوفهم غير في رمضان، ولكن الحمد لله كيتقداو وكاين الرواج وكاين اثمنه جد مناسبه. واخا تلاقى هذا الشهر المبارك تلاقى مع واحد الوقيته ديال كيف كنقولوا لها احنا الموفيطا لا موفيطون، كاين الحوت قليل شويه، ولكن الحمد لله كان غادو كنيسروا معاه شويه. كاين الحوت ديال الكونجلي، واخا كونجلي راه مزيان يعني ماشي شي حاجه اللي ناقصه. كونجلي كيتكونجلا وسط البحر، كاينين لي باركوات كيدخلوا وسط البحر 3 شهور شهرين، كي كتصيد الحوته كتكونجلا، يعني داك الشيء منتوج ما بيش. وبقضيه الرواج الحمد لله كنشوف واحد الرواج مستمر مزيان، كاين بيع وشراء الحمد لله، كنتمناو الخير لكل الناس. Notre jeune, ne pas vous abonner à la chaîne YouTube et de partager la vidéo à votre promo en fait pour votre chinaï. Maintenant, je te dis le j'aime, vous tortez la jarasse, vous chassez le comme j'ai dit.